جيانا حاسه ان الجواز والرياضه هيشتغلوا مع بعض؟ والله انا شفت نماذج كتير في الفتره الاخيره، عادي عارفين حتى يوفقوا في السكواش، يعني حتى في السكواش وكان عندنا في الكاراتيه، كذا حد. فيعني شفت نماذج كتير عرفوا يوفقوا ما بين الحاجتين. يمكن انا ظروفي هتبقى مختلفه شويه، لان يعني جوزي بيحضر الدكتوراه بتاعته في الهندسه في كندا، فانا هضطر ان انا اسافر، فهتبقى بالنسبه لي خطوه جديده ان انا بتمرن بره المكان اللي انا اتعودت عليه او بره المدربين اللي انا اتعودت عليهم. ف بس يعني هتكملي هناك باذن الله، يعني لحد دلوقتي القرار ان انا باذن الله مكمله، مفيش مشكله خالص. هتبقى اكسبيرينس جديده، بس يعني انا شايفه ان الجواز مالوش علاقه، يعني ما بيعطلش عن حاجه. يعني أماني، قولي لي بقى الرحلة الطويلة دي، أولا كنت بتشيلي إيه في البيت عشان تقدري إن أنت تتمرني كده، ولا كان لازم تروحي النادي تتمرني، ولا إيه؟ بصي، هو أنا لعبت اللعبة دي وأنا عندي 54 سنة. لعبتيها على كبر يعني 54 سنة، ده لسه يعني من 6 سنين. اشمعنى إيه اللي خلاكي تروحي اللعبة دي؟ شكلي كده يعني، شكلك لا علاقة له برفع الأثقال ولا لا علاقة خالص بالقصة دي. ايه بقى؟ ايه اللي جاب القصة؟ ابدا، القلعة جنب البحر يعني؟ لا لا، هي بالصدفة كابتن محمد سعيد عندنا بطل عالم عمل فريق صغير من 2 3 كده شباب، والبنات هم اللي حبوا يلعبوا معايا. يا كابتن انت ليش ما انا بتمرن للولاد بس؟ فعمل فريق البنات، هو اول واحد عمل فريق البنات ونده لي تعالي مش عارف ايه، هو شايفني في الجيم يعني عارفه بلعب على اجهزه حديد ومش عارف ايه، ودخلت. وبعديها بشهرين دخلت بطوله ذهب في ذهب في ذهب، جبت 50 ذهب بس. انا فاكره جوزك لما سالتك قلت لي لا عندنا دولاب بقى فيه كل الميداليات، حط له في الليفينج كده. هو قلقان منك، خايف، متوتر، ايه يعني؟ طب بصي، انا ما كنتش بقول له حاجه خالص. اي حاجه على اللعبه بتاعتي يعني، راح العب حديد، هو حاسس ان انا ايه، يمكن تعبانه نفسيا احل حاجه، لا يعني هو شايف ان لعبه حديد دي هتلعب شويه تبطل يعني يعني او دخلت بطوله وهتبطل. هو بيلعب رياضه؟ هو بيلعب رياضه، بس هو ما جاش في باله خالص ان مراته تخش في كارير بتاع حديد خالص خالص، يعني طول عمري رياضيه بس عمره ما فكر ان انا هبقى حديد يعني. ايه رايك يا جيانا في الموضوع ده؟ والله انا بلعب لعبه فيها ضرب برضه، فانا بالنسبه لي تمام قوي يعني. عادي يعني. زي الفل، تمام يعني. انا بس منبهره بفكره ان ما شاء الله يعني كابتن 60 سنه، يعني مش كل الناس بتقدر ان هي تكمل للسن ده. بس بصي، عشان تديكي امل ان انت لازم تكملي. كنت عايزه اقول لحضرتك ايه، شفت نماذج كتير قصادي يعني. انا عايزه يعني، انا مش معنى ان انا وصلت لاخر حاجه واكبر وارقام كبيره إن وبلعب مع السن الصغير انا واقفه كده، لا لا لا، انا حاسه ان انا لسه ما ابتديتش ما عملتش حاجه. انا عايزه احقق ارقام تنزل في العالم ما حدش حققها، فدي بتاخد مجهود. ده انا عايزه كده. بس بتتمرني قد ايه بقى؟ بتعملي ايه يعني؟ ده موضوع بتمرن 5 6 ايام في الاسبوع، 3 4 ساعات وممكن اكتر. بحدد بنلعب كتير طبعا، بلعب اوزان كتيره جدا وبتاع، انت طبعا لو شفتيني وانا بلعب لا انا قاعده عماله اتخيلك.